أستاذ عبد الفتاح، وفيما يخص فكرة الحضانة عايزين كده برضو نقولها بقى بهدوء للمشاهد، لأن هو يعني أعتقد ما وصلوش النقطة قبل الفاصل. طيب ترتيب الحاضنين، اسمح لي أستاذ عبد الفتاح أقرأ لك النص، وأرجو أن السادة المشاهدين يسمعوا النص كويس بعد إذنكم، وبعد كده أستاذ عبد الفتاح يشرحها للناس عشان يبقى الموضوع مبسط. تمام كويس. لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي، يعني الأمر كله في إذن القاضي. تمام، يعني ممكن يقول لا وممكن يقول آه. هنترك الشرح للأستاذ عبد الفتاح، المصلحة للطفل. تمام. فيها خلينا نقرأ على بعض. ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقا للتقرير الاجتماعي تمام والنفسي لحالة الطفل أو الطفلة، وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضان. كمل الأستاذ عبد الفتاح. الفكرة في مشروع القانون الحالي في المادة 20 من القانون 100 سنة 85 جه ترتيب حضانة الأب في المرتبة 29، وإحنا في المؤسسة باعتبار أن بتردد علينا حالات من النساء ومن الرجال، ونقدم خدماتنا 70% سيدات و30% رجال. فلمسين قد ايه مشاكل الرجل في فكره الرؤيه، في فكره ترتيب الحاضنين، في الاشكاليات اللي موجوده على الارض. وعشان كده احنا مشروع القانون كنا شايفين فيه الثلاث اطراف للاسره المصريه، الطفل والزوجه والزوج كمان. وعشان كده قلنا ان ترتيب الحاضنين للاب بمعيار الشراكه يكون في المرتبه الثانيه، لكن كمان المعيار بالنسبه للحضانه هي رعايه المحضون. يعني لو بالفرض ان الام والاب توفوا في حادث، والخاله الام او الخاله الاب، لو الجده مش قادره توفي احتياجات الطفل وراح للخاله الام او الخاله الاب، معنى كده ان الحاضن من حقه ملكيه للطفل ده؟ مش صحيح. اللي حاصل دلوقتي كده بس اللي في أي دولة بتحافظ على نشأها إن الدولة بتتدخل في ظل أسرة فيها نزاع قضائي، علينا إن احنا تتدخل من خلال كل دول العالم، من خلال خبير نفسي وخبير اجتماعي وجزء قانوني لتيسير إجراءات الطفل ده، مراعاة حالته الاجتماعية ومراعاة حالته النفسية. مع جزء أم أو مع مرات أب، الدولة هنا 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 الحكم في إذا كان بتتوفر الاشتراطات الصحية لنشأ صحيح، ففي الحالة دي بيظل مع الطرف الحاضن في خلال ال 15 سنة، وبيكون للطرف غير الحاضن إذا كان الأب أو إذا كان الأم حق الاستصحاب خلال الأجازة الطويلة المدرسية لمدة منصفة شهرين وشهرين، وحتى في الأجازات الأسبوعية لين يقعد يوم عند الطرف الحاضن ويوم عند الطرف غير الحاضن. الفكرة المعيار هنا معيار مصلحة فضلة للطفل، رعاية ونظرة للدولة للنشأ بتاعها. ده الفكرة هنا. المعيار إيه برضو على المادة 53 من الدستور اللي بتقول المساواة بين الرجل والمرأة ولا يجوز التمييز على أساس الجنس، ده أساس. معيار المصلحة الفضلة للطفل اللي جت في الدستور المصري والاتفاقات الدولية اللي وقعت عليها الدولة المصرية وملتزمة بيها. يبقى هنا الفكرة مشروع القانون لا بيجي في حساب طرف دون طرف تاني. أنا إيه المعادلة في التمييز بأن أنا أقول لما الزوجة تتزوج تنتقل الحضانة، وبينتقل الحضانة للزوج اللي متزوج؟ طيب. يعني واحدة بتعطل حياتها كاملة علشان يعني كأنها حضنت الأولاد عقاب للست عشان يكونوا معاها توقف في حياتها.